تعتبر واح تشنني واحدة من الواحات الساحلية النادرة في العالم، وتتميز بتنوعها البيولوجي، ولا زالت تمارس بها الزراعات التقليدية الرأسية على الرغم من الاضطرابات المرتبطة بالتلوث الصناعي والبشري. يخضع التوازن البيئي للآثار الناجمة عن التغييرات المناخية التي تهدد بشكل مباشر موارد المياه التي تعاني بالفعل من الإجهاد. بفضل الإدارة الرشيدة لموارد المياه المتاحة وكذلك ضرورة العمل على تطوير التكنولوجيات والتقنيات الحديثة أو اللجوء إلى الممارسات التقليدية مثل الري بواسطة الأخاديد والألواح والزراعات الرأسية، يمكن التخفيف من عواقب تغير المناخ على النظام البيئي للواحات. كما شملت الحلول التي تم اعتمادها في جابس تطبيق تقنيات الحفاظ على التربة والمياه، بما في ذلك الحد من مخاطر تدهور التربة والتآكل والتصحر وتشجيع الزراعة المحافظة على الموارد أو الزراعة البعلية. ارتفاع الملوحة في المياه وفي التربة، الحلول يلزم إيجاد من تو برامج ولا تكوين ولا برامج بحث تنموية في مجال ليزيسباس، أنواع الخضروات أو الزراعات اللي هي تكون قابلة على تحمل نسبة كبيرة من الملوحة.